أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار لكل افتتاح. كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه أحد الأدوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح أو الدفاع المفضل لديك، ألو كنت تريد الدراسة الجادة مع المتعة باستخدام محرك البحث جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها. انزل لأسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار أفكار افتتاحيات الشطرنج. ستجد فيديو أفكار افتتاحيات الشطرنج مقدمة تمهيدية. هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي أفكار افتتاحيات الشطرنج بصفة عامة، وبعد أن تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو. والآن هيا نرى الفيديو. أهلا بالأصدقاء، ما زلنا مع دفاع كاروكان، وضفنا هو بطل العالم الأشهر جاري كاسباروف الذي كان دائما يقهر اللاعبين من بني الإنسان، ولكن سنة 96 تحداه الكمبيوتر ديب بلو ولعب في فيلادلفيا 6 أدوار، انتهت بفوز كاسباروف 4-2. ولكن شركة IBM طورت هذا الكمبيوتر حتى تحدى كاسباروف مرة أخرى سنة 97، وتم تنظيم المباراة في نيويورك في مباراة أخرى من 6 أدوار، وبعد 5 أدوار كانت النتيجة 2.5-2.5. وفي هذا الفيديو سنرى الدور السادس المثير والذي غير وجه التاريخ. فبعد أن تبنى كاسباروف دفاع كاروكان وحاول أن يخرج الكمبيوتر عن النقلات المحفوظة، إلا أن يبدو أن الكمبيوتر كان مستعدا جيدا واستغل نقلات كاسباروف الغريبة لكي يعطيه درسا لا ينساه، فقد فاز عليه في 17 نقلة لم يستطع فيها كاسباروف حتى التنفس، وانتهت المباراة لأول مرة في التاريخ بفوز كمبيوتر على بطل بالعالم. بعد هذا الدور المثير والتاريخي، ديب بلو بالأبيض أمام كاسباروف بالأسود في نيويورك 1997. هيا نرى ديب بلو وهو يتلاعب ببطل العالم. الكمبيوتر ديب بلو بدأ بالنقلة المعروفة E4، وكاسباروف عادة بيرد بالنقلة E5 أو بالنقلة الشرسة C5، ويخش في دفاعه المفضل الدفاع الثقلي. ولكن كاسباروف كان بيلعب بشكل مختلف C6 دفاع كاروكان، وديب بلو كمل كالمعتاد D4 وبيصل للوسط المثالي D5، بيهاجم الوسط وبيبدأ E4، والكمبيوتر رد Nc3 بيحمي البيدق، D takes E4، Nc4، Nd7. وهنا عادة الأبيض بيلعب Nf3 أو Bc4، لكن الكمبيوتر اختار أن يدخل في أحد التفريعات الشرسة Ng5، وبيصوب ناحية البيدق الضعيف f7، وهنا في فخ ممكن يقع فيه الأسود ويلعب نقلة زي h6 ليطرد الحصان، لكن الأبيض لديه الرد اللامع Ne6 بيهدد الوزير، والوزير لازم يهرب للمربع b6، لأنه لو أخذ على المربع e6 هيتلقى المات في نقلتين بكوين h5 check g6 كوين g6 تشيكميت. وبالطبع كاسباروف لم يلعب ال h6، انما كمل بالنقلة knight gf6 bishop d3
e6 نايت اف 3 وهنا كاسباروف لعب النقله السيئه h6. لكن قبل ما نبدا في تحليلها عاوزين نقول ان الاسود بدلا من لعب النقله h6 كان عليه ان يلعب اولا بيشوب d6 ثم يليها بالنقله h6 لو اراد، وهنعرف فيما بعد ضروره لعب هذه النقله اولا. لكن على اي حال كاسباروف هنا لعب h6 وبهذه النقله بيجبر الابيض على تضحيه قطعه، ولكن امام تضحيه هذه القطعه الابيض هياخد هجوم كاسح، والاسود عليه ان يدافع لمده طويله في موقف صعب، وعاده بتنتهي بفوز الابيض. وبالطبع ديب بلو مزود مثل هذا البرنامج، ولذلك بدا فورا الالعاب الناريه بالنقله نايت تيكس e6. وعاده الاسود بيقبل التضحيه اولا باف تيكس e6 وبعد بيشوف g6 تشيك، الاسود بيرد بكينج e7 والملك بيصبح في موقف صعب، والوزير بيخرج عن طريق المربع c7. ورغم ان الاسود موقفه صعب للغايه، لكن على اي حال متفوق بقطعه امام بيدق وبيصمد لوقت طويل على امل اي خطا من الابيض. لكن كاسباروف لم ياخذ على المربع e6 وحاول يخرج الكمبيوتر عن الخطوط المعروفه ولعب كوين e7 بيربط الحصان على الملك. ولكن بعد هذه النقله من الصعب انقاذ الاسود، لان الكمبيوتر لعب ببساطه كسل، والحصان اصبح بيهدد بنايت c7 تشيك بشوكه للملك والرخ، ولذلك يجب اخذه. وبالطبع لا يستطيع الاخذ بالوزير، والا هيخسر فورا بروك e1 وبيربط الوزير على الملك، والابيض بيفوز في كل التفريعات. ولذلك الاسود مضطر للاخذ بالبيدق، والبيدق ده هيكون نقطة ضعف خطيرة في موقف الاسود، لانه بيدق معزول. هنا الكمبيوتر بدأ في تدعيم موقفه الهجومي وكمل بيشوب g6 تشيك كينج g8، وهنا لعب النقلة القوية بيشوب f4 منع الملك من الهرب، وثانيا تم شل كل جناح الوزير. ولذلك قلنا ان النقلة بيشوب d6 كانت نقلة هامة، لان وجود الفيل على المربع d6 هيمنع الابيض من هذه النقلة القوية. وكاسباروف حاول ان يجد لعب مضاد في جناح الوزير ولعب b5. النقلة دي لها اكتر من هدف، اولا بيفتح لتعبئة الفيل، ثانيا بيمنع الابيض من لعب النقلة القوية c4، لكن في نفس الوقت هذه النقلة بتضعف كثيرا جناح الوزير اللي هيكون مصلح الاحداث في النقلات القادمة. ولذلك الكمبيوتر استغل ضعف هذه النقلة فورا ولعب a4. والاسود لو حاول الدفاع بالنقلة b4 الابيض هيلعب ببساطة c4، وسواء الاسود اخذ بالمرور او لعب نقلة اخرى الابيض هيلعب في النهاية c5، وهيتم تقليص موقف الاسود تماما، والابيض هيسيطر تماما على الرقعة. ولذلك الاسود هنا كمل بيشوب b7 والابيض لعب روك e1 وبدأ يصوب على البيدق الضعيف e6 اللي هيكون محور اللعب في النقلات القادمة. وكاسباروف كمل يائسا نايت d5 طالب الفيل، والفيل تراجع للمربع g3 لا يستطيع ترك هذا الوتر، وفي نفس الوقت بيهدد ببيشوب h4 ويربط الوزير على الملك. ولذلك الاسود لعب كينج c8 وبيحاول يحرر قطعه من الصف الاخير. لكن لو الاسود ملعبش الكينج c8 وحاول يقوم بهجوم مضاد في جناح الوزير بالنقلة كوين b4 طالب بيدق b2، لكن بيترك البيدق الضعيف e6 والابيض بيكمل سعيدا روك تيكس e6 طالب تشيك ميت على المربع e8 وبعد بيشوب e7 بيلعب c3 طالب الوزير، والوزير لو اخد على المربع b2 هيلعب c4 ويطرد الحصان من موقعه ممتاز، لان الاسود لا يستطيع الاخذ ببيدق البي، والا الابيض هيفوز فورا بروك b1 طالب الوزير ومن وراء الفيل والابيض هيفوز. ولذلك الحصان لازم يتراجع، وهنا الابيض بيبدا المرحله الاخيره من الهجوم بنايت b5 طالب ياخد على المربع c6 وطالب ايضا نايت f7 بشوكه للملك والرخ.
والدفاع الوحيد هو نايت تيكس اي 5 والابيض بياخد الحصان وبيكشف كش بالوزير ودور الاسود بينهار لان بعد نايت دي 7 الابيض بيلعب ببساطه النقله الفائزه بيشوب اف 5 طالب يرفع الرخ وياخد على المربع دي 7 بتشيك ميت والاسود ليس لديه دفاعات كافيه ولذلك الاسود لا يستطيع القيام باي هجوم مضاد في جناح الوزير ولعب كينج سي 8 والابيض بدا يفتح الخطوط ب اي تيكس بي 5 والرخ بنقله واحده اشتركت فورا في الهجوم على جناح الوزير وبعد سي بي 5 ومن هنا الكمبيوتر بدا يتلاعب بكاسباروف بالنقله كوين دي 3 طالب ياخد البيدق بي 5 والاسود يستطيع ان يحمي البيدق باكتر من طريقه لان مثلا لو دافع بالحصان بنايت سي 7 الابيض هيلعب ببساطه كوين سي 3 طالب تشيك ميت على المربع سي 7 وبعد نايت اف 6 الابيض بيكمل روك تيكس اي 6 طالب الوزير والوزير لا يستطيع الاخذ واللي هيتلقى التشيك ميت والحصان لا يستطيع الاخذ لانه مربوط على الملك وبعد كوين دي 8 الابيض بيلعب النقله الفائزه بيشوب اف 5 والاسود اصبح بدون اي امل والابيض بيفوز في كل التفريعات بينما لو حمى بالبيدق اي 6 الابيض هيلعب ببساطه بيشوب اف 5 ايضا ولكن معتمد على ان البيدق اي 6 مربوط على الوزير وبسقوط هذا البيدق الاسود بيتنهار دفاعاته والابيض بيفوز في كل التفريعات وده موقف هنوصل له في الدور الحقيقي ولذلك كاسباروف مضطر لحماية البيدق بالنقلة الغريبة بيشوب سي 6 وهنا الأبيض لعب النقلة الفائزة بيشوب اف 5 الأبيض معتمد على ان بيدق الاي 6 مربوط على الوزير وهنا كاسباروف يستطيع التسليم لانه مثلا بنقلة زي النايت بي 4 الأبيض بيلعب ببساطة كوين سي 3 بيربط الفيل على الملك وفي نفس الوقت بيهدد بالاخذ على المربع اي 6 وبعد الكينج بي 7 روك تيكس اي 6 طالب الوزير كوين دي 8 الابيض بيلعب النقله المدمره دي 5 طالب الفيل والفيل ليس لديه غير اخذ البيدق وهنا الابيض بينهي الدور بالنقله الرائعه روك اي 8 طالب الوزير والوزير لا يستطيع مغادره موقعه والا هيخسر الحصان او اذا اخذ الرخ هيتلقى اللي تشيك ميت بكوين سي 7 تشيك ميت ولذلك النايت بي 4 لا تصلح واذا حاول يدافع بالنقله نايت سي 7 والحصان بيحمي البيدق الابيض بيتخلص اولا من الحصان وبعد كينج سي 7 بيلعب النقله المنتظره روك تيكس اي 6 طالب الوزير كوين دي 8 كوين سي 3 طالب ياخد الفيل والاسود ليس لديه دفاعات كافية لانه مثلا لو كمل بيشوب دي 6 الابيض بيرد بنايت اي 6 طالب الفيل مرة اخرى والدفاع الاخير هو النايت بي 8 لكن هنا الابيض بيجدد هجومه ببيشوب اي 4 والفيل المربوط اصبح مطلوب بثلاث قطع والابيض هيفوز في كل التفريعات ولذلك النايت سي 7 لا تصلح وكاسباروف في الدور لعب مرغما اي تيكس اف 5 وترك الوزير والابيض اخده سعيدا وبعد بيشوب تيكس اي 7 الابيض اصبح مسيطر تماما على الرقعه ولعب النقله الاخيره سي 4 طالب الحصان وهنا كاسباروف سلم لانه مثلا لو اخذ البيدق ببي تيكس سي 4 الابيض هياخد بالوزير والنقلة القادمة هيلعب روك سي 1 وهيضغط مرة أخرى على الفيل المربوط والأبيض هيفوز بينما لو تحرك بالحصان بنايت بي 4 الأبيض هياخد على المربع اف 5 وهيغزو معسكر الأسود وهيربط الحصان وبيهدد بأكتر من نقلة منهم الروك اي 1 أو النقلة المدمرة نايت اي 5 ولذلك في الموقف ده كاسباروف سلم. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.